تستمر مشاهدينا الأعزاء انطلاقات هذا المساء، وانطلق في هذه الأثناء شوطنا التاسع. أذكر السادة المشاهدين بأن أشواط الفترة المسائية لهذا اليوم هي 13 شوطا، هذا هو تاسعها. مقدمة الشوط مباشرة السيلية من أجل الشحانية، تسيطر السيلية على المركز الأول المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم زعزعة من أجل الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان، دخول على زعزعة وتسلل من قبل الكاسبية. من أجل الشحانة يضمرها محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت وانتقلت مباشرة الدوحة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مضمر ملحان بن راشد بن حبيبة. انتقلت من المركز الرابع مباشرة إلى الثاني، بينما المركز الثالث هنا الكاسبية من أجل الشحانية مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الرابع، المتحدة تصل من هجن الشحانية، يضمرها سلطان، يضمرها سالم بن فاران على المركز الرابع، يتابعها الذهبي في التضمير. المركز الخامس السيل على المركز الخامس من هجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا مشاهدينا الأعزاء، أذكر السادة المستمعين والمشاهدين بأن الشوط الأول الرئيسي ذهب مع العيدهية من أجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران، وسيار هو من خطف الشوط الرئيسي للقعدان. أفضل توقيت سجل في هذا المساء مع الجازي من فازت بالشوط الثالث من أجل الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وتوقيتها الزمني 9:27.85. الجازي هي صاحبة التفضيل، هي صاحبة التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم. تهانينا للسلطان الوهيبي على تحطيم التوقيت في هذا المساء. عموما ما زال المجال مفتوح للسادة المضمرين لتحطيم التوقيت الزمني، لتحطيم 9:27. يلا يا مضمرين. عموما السيلية على المركز الأول، المركز الأول السيلية من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني تصل فيه المتحدة من أجل الشحانية المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث يا سلام، شوف الكاسبية، شوف الكاسبية أبو حمد، شوف هذا الانطلاق الجميل، شوف من أجل الشحانية وحركاتها الجميلة المميزة اللي تتميز بها الكاسبية. نتمنى الآن تكسب ناموس الشوط ولإخوانك المضمرين يا المشاغب. هذه الكاسبية من أجل الشحانية يرافقها أحد أشرس المضمرين، المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، الله يا سلام يا سلام، وصلت الدوحة وشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، وابو راشد ايضا يرافقها في التضمير من المحاربين القدامى ملحان بن راشد بن حبيبه. يا سلام على المركز الرابع، وشكلها جميل، ادائها ممتاز وخطيره الدوحه، خطيره الدوحه اللي على المركز الرابع، وتكمن الخطوره بملكيتها لسعاده الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز ومضمرها خطير ايضا. يا سلام. نشوف المركز الخامس، تصل هنا التماس في أول نداء، تصل التماس من أجل الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، والمركز الأول انطلقت فيه المتحدة، انطلقت المتحدة في المركز الأول من أجل الشحانية بقيادة سالم بن فاران بقيادة المضمر الذهبي. المركز الثاني وصلت السيلية على المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يبدو بأن الشوط ما بين الثنتين، خلاص انحسمت أمور الشوط مبكرا، حسموا المضمرين هذا الشوط مبكرا. هذه انطلقت المتحدة على المركز الأول. يا سلام من هجن الشحانية، يتابعها الذهبي سالم بن فاران، بينما السيلية على المركز الثاني بمتابعة العملاق سلطان الوهيبي.
6 كيلومترات انقضت منها 4 ويتبقى كيلوين يا مضمرين، يا مضمرين مميزين اللي يرافقون هذه البكرتين اللي على المركزين الأول والثاني. نشوف المركز الثالث على الكادر التحتاني، على الكادر التحتاني تحمل الرقم 9 الالتماس وصلت إلى المركز الثالث من أجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الرابع هنا السيل من أجل الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان الوهيبي، وتلاحقها أيضا تلاحقها تغريد من أجل الشحانية يضمرها أيضا سلطان الوهيبي. 1500 متر وما زالت المتحدة سيدة الموقف. عموما اللي على المركز الثالث، هذه الدوحة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني المضمر من حام بن راشد بن حبيبة، وتلاحقها على المركز الثالث الرابع الكاسبية من أجل الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المتحدة، هل تواصل المتحدة هذا العزف وهذا الرقص لتحظى بناموس الشوط، أم يكون للمضمرين وللهجل كلام آخر ليكون لها لغة أخرى في هذا الشوط؟ المركز الثاني السيلية، المركز الثالث الدوحة اللي تبغي السلام إلى الريان وإلى أهل الريان وإلى الهورية منطقة الإنتاج. 1200 متر وما زالت المتحدة على المركز الأول، المتحدة على صدارة الشوط، المتحدة مع الصدارة، والذهبي يتابعها، الذهبي بخبراته المتراكمة يتابع ويوجه المتحدة توجيه صحيح، يوجهها التوجيه الصحيح للسير بناموس الشوط للانطلاق بناموسه. الدوحة وصلت على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ملحان بن راشد بن حبيبة يتابعها في التضمير، تغريد وهنا انطلقت اللي تحمل الرقم 3 مشكورة يا سلام، وصلت مشكورة على المركز الثالث من أجل الشحانية، ووصلت التماس من أجل الشحانية، وصل المضمر الشبل، وصل المضمر الذهبي سال جابر بن سالم بن فاران، يلا 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 يا شباب. أيضا وصول من شهبار من أجل الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران، ولكن المتحدة ذكرت بأن من يوجهها هو المضمر الذهبي سالم بن فاران، وتوجيهه الصحيح في محله التوجيه الذهبي، في محل هذا التوجيه الصحيح والمميز والتركيز المطلوب. حتى هذه اللحظات المتحدة ترقص هذا الرقص وتقدم هذا العرض دون أي أوامر تذكر أبدا، انطلاقها ذاتي ودفعها تلقائي تهانينا والناموس لجنة الشحانية، وسلامي عليك يا الذهبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها. المتحدة في هذا الشوط، هذه المتحدة وجهها أحد خبراء تضمير سالم بن فاران لتفوز بناموس الشوط، فتهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، لحظات الوصول تهانينا والناموس. المركز الثاني التماس من أجل الشحانية، المركز الثالث شهبار من أجل الشحانية، المركز الرابع مشكورة أيضا من أجل الشحانية، وعلى المركز الخامس زعزعة أيضا من هجل الشحانية. هذه الأسماء مشاهدينا الأعزاء المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط. إذن هذه المتحدة تخطف الشوط التاسع في هذا المساء وتفوز به. هذه 9 دقائق 39 ثانية 11 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني التماس، 9 دقائق 44 ثانية 54 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني لجابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث شهبار، هي منتت في المركز الثالث، 9 دقائق 44 ثانية 94 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجنة الشحانية، والتهاني موصولة لسالم بن فاران. وشكرا لك يا محمد.